السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا نشرح Lecture 2 Bones Questions. أوكي، هلا المحاضرة الماضية كانت خلال الأسبوع هذا محاضرة، جزء هون بدينا الشغل في مادة الأناتومي، فإن شاء الله هالأسئلة هدول الشاملات بيكونوا عن ال Lecture ويكونوا هيك حلوات ولطيفة. نبدأ السؤال الأول، بحكي لنا السؤال الأول: The skull is one of the axial skeleton that contains all of the following except. هلا طبعا بذكر بس انه خطوات دائما قراءة السؤال، نقرأ السؤال من اول كلمة، نضل مركزين لحد اخر كلمة ونركز بالذات على اخر كلمة، لانه بجوز مثلا يكون في مثلا except او مثلا all of the following is correct except وكذا. فبحكي لنا هون الجمجمة، اوكي، جزء من الاكسيال سكيلتون اللي بيحتوي على كل إشي ما عدا. نيجي على الخيارات واحد واحد: برين 100%، ماندبل 100%، سيكروم، المننجيز. اوكي، هلا شو السكال بتحتوي؟ بتحتوي على البرين، بتحتوي على الماندبل، بتحتوي على المننجيز. طب السيكروم شيء عظمة القصة موجود نص الصدر، اكيد هي مش جزء من ايش، من الجمجمة. السؤال الثاني بحكي لنا: in the cervical curve، okay, cervical curve of the vertebral column. The vertebral column. Okay. هلا بالcervical curve يعني في الانحناء في الايش؟ في الرقبه. هلا يوم حكينا رقبه بالاناتوميكال تيرمز بنحكي لها cervical، صح؟ فالcervical curve يعني الانحناء عند الهاي الرقبه في العمود الفقري، متى بيكون مثلا ببلش احنا او كذا، هيك نفهم معنى السؤال قبل ما نقرا الخيار. طبعا الخيار الاول بحكي لنا become convex يعني محدب للامام when the child extends his head at the 12th and 18th month، لل 12th and 18th month يعني سنه لسنه ونص. متى شو اللي بتاثر فيها؟ هي حكينا هاي اللمبر كيرف من عند الايش، الفقرات الايش، الفقرات تبعت اللي هي العمود الفقري من تحت اللي هي ايش، القطنيه. اوكي، فما بيكون عندنا سيرفايكل، فهي غلط. ان ذا فيرتيبرال كولوم از كونكيف انتيريورلي ات بيرث، هاي ما الها دخل ابدا، كونكيف للامام، هاي زي ما بيطلع الولد من بطن امه، او يعني اذا الطفل بيطلع من بطن امه بيطلع ايش، اصلا anteriorly concaved. اوكي، فهي ما لها دخل. become convex، اوكي، يعني محدب anteriorly، تمام تمام when the child extend his head from the third to fourth month. هون صحيح، يوم يبدا الطفل في الشهر الثالث للرابع يمد راسه لقدام ويصير في ثقل على جسمه، اوكي، من ناحيه الرقبه شو بيكون عنده؟ بيصير في عنده تحدب للامام برقبته، فبيكون عندنا الكيرف زي هيك. اوكي، الجواب سي. The girdle that connects the upper limb okay the axial skeleton ايش اسمه؟ بيكتورال girdle او الشولدر girdle، ف100% consists of two bones clavicle and scapula. اكيد الجواب ترو. هلا فوق الـ upper limb متكون من حدينا ايش الجردل تبعه من عظمتين اللي هم كلافيكل وسكابيولا، اوكي، فبكون من عظمتين وايش اسمه؟ البكتورال جردل، فالجواب اكيد ترو. هلا long bones have two ends and a shaft، اوكي، two ends حكينا شو اسمهم؟ epiphyses، اوكي، والشافت اسمه diaphyses، proximal and intermediate and distal segments. اوكي، هون نيجي لأسامي العظام نحطها: هيومرس صح، راديوس صح، كاربل غلط، النا صح، فيومر صح، فيبيا اند فيبيولا صح. هلا اللونج بونز دايما وين موجودات؟ بس بالبروكسيمال والانترميديت، الدستل غلط، فبالتالي الكاربل بونز هدول يعتبر شورت بونز، فهي غلط، فالجواب راح يكون فولس. بالبرايمري سنتر اوسيفيكيشن ماشي، the diaphyses and the two ends became completely ossified but still separated by a plate called epiphyseal plate. هلا بالفيرست primary ossification ماشي، مين اللي بيصير الاوسيفيكيشن من الاول؟ اكيد مش الانز، بيكون اكيد لا ال
الشافت. دايافيزس بصير عندها سنتر اوسيفيكيشن بنص الشافت. حكينا هدولاك السكند برايمري اوسيفيكيشن، هذاك بيكون بالدايافيزس بعد الولاده، اوكي، وما بيكون كومبليتلي اوسيفايد، اوكي، فبيكون الجواب اكيد هون عندنا فولس. الفيزي البليت متى بتصير؟ يوم يكون في عندنا الايش؟ سكند برايمري اوسيفيكيشن اللي هو ثاني واحد، اوكي؟ هذا بالبرايمري اوسيفيكيشن، السنتر اوسيفيكيشن ما بيكونش غير في الشافت لحالها، اوكي؟ The epiphyseal plate of cartilage, okay, and periosteum contribute in growth of bones in order. هلا الفيزيال بليت حكينا هاي البليت اللي بتكون مالها الفيزيال بليت، هاي البليت بتكون فاصل بين الايش، بين الديافيسز، اوكي، بتكون فاصل بين الديافيسز، هاي نفرض الديافيسز، ليش ما نكسر، اوكي، بيكون يفصل بين الديافيسز والايش والشافت، صح، اللي هي بتكون ايش هون، هيك تقريبا، صح، هاي اسم الديافيسز. هلا البيري اوستيوم contribute in ايش، والبيري اوستيوم هي اللي بتكون ايش، هذا الممبرين اللي بيكون على الاطراف، اوكي، contribute in growth of bones. كيف؟ أول إشي اللي بدي إياها بالترتيب، الفيزيال شو بيكون؟ بيكون بكل بساطة بالطول، أوكي؟ مش هو المسؤول عن استطالة العظمة، والبريوستيوم بالعرض، يعني بالكثافة أو الثكنس، فنطلع الخيارات length and thickness، فهذا هو الجواب الصح. هلأ the importance of presence of air-filled spaces in bones like paranasal bones. حكينا البارانيزل يعني إيه؟ هلأ para معناها إيش؟ بجانب، نيزل اللي هي الأنف، فالجيوب الأنفية المجاورة للأنف يعني، أوكي؟ سينيوسز معناها جيوب، جيوب، أوكي؟ فشو وظيفته هذول؟ هلأ شو اسمهم هذول العظام؟ اسمهم إيش؟ النيموبويد bones، أوكي؟ هذول شو وظيفتهم؟ حكينا تخفيف الوزن، تدفئة الهواء الداخلي للأنف، وكمان اللي هو إيش؟ اللي بتعمل ريزونانس بالصوت، يعني بتعمل تكثيف بالصوت، صح؟ فالخيارات إيش؟ reduce the friction over bony surfaces، هاي غلط، هاي الكارتليج، هاي مثلا زي الكتف، زي الفيومر وكذا. reduce the weight of the body، هاي صحيحة 100%، هاي بتكون ايش؟ صحيحة. فالجواب عندنا بي حد الآن. كمل الخيارات، help resonance of the voice، صح، كمان عندنا ال هيم ايش، هيماتوبيك، هيماتو بيوتيك يعني ايش، مصنعات للدم، هيماتو للدم، وبيوتيك هدو مصنعات للدم يعني، فهاي غلط، warm air، اوكي، هاي صحيحة كمان، for muscle attachment، attachment أو إيش، دعم، أوكي، هون في غلط بالسؤال اللي هي لازم تكون protection. المهم هذا السؤال multiple choice، فلازم نركز شو بده السؤال. فالجواب الصح اللي هو B و C و E، أوكي. هلا نيجي السؤال العاشر اللي هو إيش، all of the following is right about clavicle but not، كل التالي صحيح عن clavicle ما عدا long bone، صحيحة، it is long bone so it's ossified from cartilage، هاي غلط، هاي العظم الوحيد اللونج ossified by ايش، by membrane. نيجي للخيار الثالث اللي هو it has no medullary cavity، صحيحة، هاي صحيحة، it is first bone to begin ossification، وهي صحيحة برضو، من الشهر الخامس في حياة الجنين اللي هي ايش، intrauterine life اللي هي IUN، IUL، فهي صح وهي صح وهي صح، هو بده but not يعني accept، فهاي هي الجواب الغلط. هاي بي، the cyanotosis in the stage of the ash elongating of the ash bone ends، okay، متى بيصير فينا cyanotosis أو اللي هو ash ossification في ash مراحل استطالة العظام، okay، cyanotosis وين بتصير؟ او اللي هي المرحله اللي وين بتصير، بالبون اندز ولا بالشافت؟ هاي بتصير بالبون اندز، ساينوتوسيس، فشو بنسميها احنا؟ هاي الجواب اكيد تروث، مش بنسميها يعني انه جواب صح تروث. the most important blood vessel، اوكي، اهم blood vessel بغذي
اللي هي الشافت، اوكي، البغذي الشافت اوف ذا بون، اوكي. مين هو؟ البيريوسيال ارتريز ولا الميتافيزيال اند انفيزيال ارتريز؟ وهي غلط وهي غلط. اهم واحد اللي هو ايش؟ النيوترينت ارتري، لانه بغذي العظمه من احتياجاتها من كالسيوم، من هرمونات، من سيارات عصبية، مش سيارات عصبية، اللي هي مواد غذائية وهكذا. نيجي للسؤال اللي بعديه. The figure shown below، شو بفرجينا هذا؟ Compact bone، spongy bone، and cancellous bone، أو none of that. لا، مفروض في هنا زي خط مش مبين الشكل، اللي هو هون. ايش اسمه هذا؟ بنسميه كومباكت بون او ايفوري بون، صح؟ سبونجي وكنسلس، هدول التنتين نفس الاشي، هدول بيكونوا بالديافيسز، اوكي، سوري، بالابفيسز اللي هم الاطراف، والديافيسز شو بتكون؟ بتكون كومباكت بون زي ما انا بشرح لكم، اوكي. Which of the following is a PZ form؟ شو ال PZ form؟ هلا ال PZ form مش هي تعتبر واحدة من ال عظام اليد واللي هم الكاربس او الكاربل بونز، فتعتبر شو؟ سيسامويد بون، تمام؟ سيسامويد بون عظمة صغيرة من اسمها. Reading sesamoid bones، okay، sesamoid bones. All of the following statements are true except. كان احنا بدنا نحكي عن السيسامويد بونز. Usually appear as small nodules. Maybe. They develop within tendons of muscles. كمل. أن الباتيلا is one of its examples. 100%. آخر شيء. Help in resonance the voice and warm earth. Warm the air. غلط. هاي ال warm the air لمين؟ للنيمويد bones. هاي ال إيش ال ال مليانة فراغات هوائية. هاي غلط. هاي هي الغلط. ركز على السؤال دائما. True except. نيجي لهون. The presence of epiphyseal plate indicates that the bone is increasing in length, increasing in diameter, increasing ايش ال decreasing in diameter ولا stopped increasing length. نرجع نتأكد من السؤال. A presence of epiphyseal plate indicates so. هلا يوم يكون عندنا epiphyseal plate، okay، ان الفيزيال بليت فاصل كل مكان كثيف 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 الفيزيال بليت، وحكينا انه كارتليج، اوكي، وهي نفترض انه هاي الديافيسز هيك، اوكي، هاي الديافيسز وهاي الايش ايش اسمهم هذول الافيسز، هاي الافيسز ماشي، وهي الديافيسز وهي ايش هذا ال بنسميه الافيزيال بليت، خلينا المساحه عشان تكون منطقيه، اوكي. هلا كل ما زاد هذا، كل ما زاد هذا اللي هو الابفيزيال بليت، زاد الكارتليج، شو بصير بالعظمه؟ مش العظمه راح تصير تطول لقدام مع العمر، فانديكيتس ايش؟ انكريزنج ان لينث، بالطول، يعني هلا راح راح، اوكي، الابفيزيال بليت، فشو بصير بالعظمه؟ بتطول، صح؟ مش بتعوض مكانها اوسيفيكيشن؟ 100%، فالجواب عندنا ايه؟ طيب هلا الميتافيسز، اوكي، الميتافيسز ان ذا لونج بون شو هي؟ هلا الميتافيسز هي الطبقة اللي بتفصل الايش؟ بتفصل الديافيسز عن ايش؟ عن الابفيسز، صح ولا لا؟ ف the part of the epiphysis near the epiphyseal plate which is صحيحة. The part of the epiphysis away from the epiphyseal plate which is غلط. Away غلط. Diaphysis near the epiphyseal plate هي غلط، بتفصل حكينا الابفيسز عن الابفيزيال عن ايش؟ اللي هي الديافيسز، وبتكون طبعا الميتافيز، الميتافيسز بتكون ايش؟ اقرب بين، بتكون بين الابفيزيال وبتكون بين الابفيسز، اوكي؟ فالجواب هون ان ايه هو الصح. Which of the following is irregular bone؟ ما بده تفكير، irregular vertebrae، اوكي، هاي ابسط مثال عليها، حكينا الفيرتبري والفيشيال بونز زي الزايجوماتيك ارتش وكذا، هذول اللي قدام تعرف. هلا the primary center ossification of the bone، the primary center ossification of the long bone، من وين بيبدا؟ اوكي، هلا او شو هو بالاحرى؟ حكينا هلا center ossification بيبدا بنص ايش الايش الشعب اللي هو الديافيسز، اوكي، وشو بيسوي؟ بحول
ال cartilaginous shaft into a bone. 100% صح. appears in the emphysis. هي غلط. The center ossification بيبدأ بالإيش؟ بالشافت أولاً. appears immediately after birth. لا غلط. مين اللي بيبدأ بعد البيرث؟ اللي هو second ossification، اللي هو وين؟ بالأبفسس. ثاني ده آخر خيار اللي هو helps growth of the bone and width، وهي وظيفة الإيش؟ البيريوستيوم ميمبرين. إلى آخر أشياء اللي هي إيش؟ أن البونز increase the thickness by، يعني شو هلا الساكتة هون اللي هي إيش؟ by the periosteum membrane. Which of the following is a short bone؟ شو short bone؟ حكينا الكاربل بون، sorry الكاربل بون، sorry الكاربل بون عبارة عن سيسامويد. التارسل بونز تعتبر إيش؟ تعتبر short bones، تعتبر short bones، وبتيجي يعني عظام جدا قصير زي الـ زي الكالكينس، زي الكيوبويد البون، وهدول الشغلات وبنحكي عنهم ان شاء الله باللكتشرز اللي قدام، اللي هي لكتشر 3 ولكتشر 4 ان شاء الله. and all of these correct except flat bone scapula 100%، long bone radius 100%، irregular bone باتيلا. لا الباتيلا تعتبر سيسمويد بون. اوكي فال النيوماتيك النيوماتيك بونز ماشي، اللي هي ايش؟ المجزلة، which is صحيحة لانه حكينا فاشيال بونز 100%، انه في عندنا اصلا مجزلة سينيوسس اصلا، رح نحكي عنها ان شاء الله ب lecture 5 والليكتشرات اللي قدام يعني زي الـ GIT. هلا نكمل هون. which choose the incorrect statement about the bone. ماشي بده العبارة الغير صحيحة about the bones. scapula has a white surface formless attachment. صحيح. carpal and tarsal bones help in limited movements. صحيح. diaphysis formed by calcaneus ايش؟ the cancellous bones. اوكي هون غلط. cancellous شو حكينا؟ spongy. والديافز هي الشافت، والشافت شو؟ compact أو ivory bone 100%. sternum is example of cancellous bone. هذا الجواب شو؟ 100% صح. الاسترنم ما بتكون compact bone، الاسترنم هي عظمة القص، بتكون ايش؟ عظم سفنجي. اوكي هلا the bone grows in thickness by epithelial plates of the cartilage and in length by periosteum. فعليا السؤال عكس اللي درسناه، فأكيد الجواب فولس. اوكي هلا in which of the following cavities bone marrow is found. وين الايش؟ الكافيتي تبع البون مارو موجود؟ موجود بالكرينيال كافيتي. لا الكرينيال كافيتي في البرين، ثوراسيك كافيتي في اللنجز والهارت، الابفيزيال كافيتي ما فيش إشي زي هيك، والميديولاري كافيتي هاي هي اللي بيكون فيها البون مارو. عنا كمان هون بنيجي لسؤال قبل الأخير اللي هو which of the following isn't a part of the axial skeleton. إيش في عنا إشي مش جزء من الأكسيال سكيلتون؟ اللي هم مبدئيا الأكسيال سكيلتون أوكي متمثل بشو؟ بالترتيب زي ما حفظناهم، الهيد أند ماندبل اوكي اللي هو الجمجمه، سكال اند مانديبل هي الجمجمه والفك السفلي، بعدها ننتقل للاسترنم، بعدها للريبس، بعدها للفيرتبرال كولوم. صح ولا لا؟ فالجواب اكيد هنا السكابيولا مش هو. واخر شيء the vertebral column is convex anteriorly at birth. convex anteriorly حكينا هو ايش؟ concave anteriorly at birth. ف شو الجواب؟ أكيد false. ويعطيكم ألف عافية و good luck.